إيشا بن إيمان تقول ما تفسير رؤية هجوم موج تسونامي العزباء؟ الأيام القادمة عندك كثير تحديات، لا تتساهلي فيها، لا تقدمي تنازلات. أفضل طريقة للصمود أمام الموج التحدي، إلا في حالة واحدة، إذا شفتي نفسك مش قادرة تقاومي الموج هذا فامشي معه حتى تصلين لبر الأمان، ولكن إذا الموج قادرة أتحديه في الحلم تحديه، أما إذا شفت الموج أقوى منك وغلبك تنسحبي بهدوء من المشاكل القادمة حتى تزول، والعلم عند رب العالمين.